انطلقت المسيرة لما تسمى بجبهة الخلاص الوطني وسط مشاركة واسعة من قيادات الجبهة وكوادرها وأنصارها ومؤيديها. بالمناسبة هذه الجبهة تضم ما لا يقل عن 10 أذرع سياسية، أبرزها حركة النهضة، حزب قلب تونس، وأتلاف الكرامة، وعدة شخصيات وطنية تونسية تعارض خارطة الطريق الرئاسية ومسار 25 من يوليو. وبالتالي كل ما نتج عنه من دستور جديد وقانون انتخابي معدل والتوجه نحو الانتخابات البرلمانية. إذا ما تحدثنا عن المشاركة، ربما هناك عدد كبير يشاركون في هذه المسيرة بالخلف تماما كما تتابع معي في الصورة. هناك كلمات لقيادات الجبهة للجماهير، معظم الكلمات متطابقة حول الرفض المتجدد للاستحقاق التشريعي وللمسار الذي انطلق فيه الرئيس قيس سعيد والقيادة التونسية. الجبهة جددت رفضها لخارطة الطريق الرئاسية ودعت إلى توسيع دائرة المقاطعة للانتخابات التشريعية المقررة في المناسبة يوم السبت المقبل. محمود، لم تتبقى يعني أيام كثيرة على هذا الاستحقاق التشريعي. صدى هذه المسيرة ربما نتحدث عن عدة جوانب، يعني هناك الجانب السياسي، من يدعم هذه التحركات على الصعيد السياسي من أحزاب المعارضة وإن كانت لا تتفق جميعا، أقصد هنا مثلا الحزب الدستوري الحر، أي نعم دعا لمقاطعة الانتخابات وعارضها لكنه لا يصطف إلى جانب جبهة الخلاص الوطني التي تضم النهضة مثلا. الجانب الثاني وهو المهم ربما هو الجانب الاقتصادي والمعيشي والذي يتطلع إليه عدد كبير من التونسيين وشريحة واسعة. وأنا قبل أن أخرج على الهواء معك محمود تحدثت مع عدد من التونسيين، يبدو بأن ليس جميع المشاركين من يؤيد النهضة أو الخلاص. تحدث لي أحد التونسيين وقال بأنه جاء اليوم وذلك احتجاجا على ضراوة وقسوة الظروف الاقتصادية والاجتماعية. بالتالي ربما المعارضة وفق متابعين تستثمر أو تستغل هذه الظروف الأوضاع يعني تحشيد الرأي العام ضد القيادة التونسية، أو بالأحرى التحريض والدعوة إلى اتساع دائرة المقاطعة للانتخابات التشريعية التي سيشارك بها أيضا عدة تيارات سياسية تؤيد خارطة الطريق الرئاسية والقيادة التونسية وتقول بأنها يعني جنبا إلى جنب مع الرئيس قيس سعيد نحو الجمهورية الثالثة كما أطلقت عليها مؤسسة الرئاسة التونسية. كل هذا يجري محمود وسط استمرار حالة التجاذبات السياسية على الساحة وحالة الشد والجذب بين المعارضة من جهة والسلطة من جهة أخرى. كل هذه المعطيات وفي ضوء الوضع في الشارع ومع هذه التظاهرات ياسر، ألا يثير قلق المؤسسة، مؤسسة الرئاسة في تونس، الحكومة التونسية، كيف تتفاعل مع هذه التحركات؟ يعني الرئاسة التونسية موقفها واضح خصوصا من جبهة الخلاص الوطني. كانت هناك عدة اتهامات من الرئاسة لهذا المكون السياسي، وأقصد هنا جبهة الخلاص الوطني، الرئيس أسماها بالاسم في أكثر من مناسبة، دان تحركاتها. لكن أعتقد بأن التأثير وفقا لعدد من المراقبين لن يكون كبيرا على المسار السياسي، بالعكس ربما الرئيس قيس سعيد يستغل هذه الصورة في الخلف تماما في جانب إيجابي، وهو بأنه يفسح المجال للمعارضة بالفعل أن تنزل إلى الشارع تعبر عن رأيها، وليس كما تسوق للخارج تونس كما أكد الرئيس سعيد في أكثر من مناسبة بأنه يعني هم يسوقون صورة مشوهة بأنه لا يوجد حرية رأي وحرية تعبير، وتأتي هذه الصور لتتناقض مع تصريحات قيادات جبهة الخلاص الوطني والمعارضة التونسية التي تقول بأن هناك محاولات يعني كبيرة من الرئاسة على يعني تكميم الأفواه وعدم يعني عدم وجود مساحة كافية حرية الرأي والتعبير.